عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين. مبدئيا انا بس شايف ان احنا انحرفنا بالكورس شوية، ان احنا رايحين ناحية الايزو قوي. يعني احنا تخصص الايزو شوية بعيد عن مجالنا، انا فاهم فيه وبشتغل فيه بس مش متداخل فيه قوي بالشكل اللي حضرتك، التفصيل اللي حضرتك بتشرحي فيه كده، فده هيأثر على الكورس بتاعنا أو ليه علاقة بالشهادة في الأخير أو لا، هو مش هيأثر، هو مش هيأثر على الكورس ولا هيأثر على الشهادة. هو الستاندر حضرتك لازم تبقى عارف يعني عنه فكرة. ليه؟ لأن أنت لما هتيجي تطبق الستاندر ده على الدوكيمنت مانجمنت لازم تبقى عارف كل الكلوزز بتاعة الستاندر. فإحنا شرحناها بشكل تفصيلي، لما هنيجي نطبقها على الكواليتي مانجمنت أو على الدوكيمنت مانجمنت هتلاقيها بقى بتطبق بشكل لطيف يعني. وبعدين كمان يعني الفترة الأخيرة بقى في requirement كتيرة جدا للدوكيمنت كنترول إن هما يكونوا على علم بالأيزو، إن هما يكونوا عارفين الكواليتي بتاعة الأيزو والأيزو بيتكلم عن إيه. فإحنا لقيناها فرصة إن إحنا ندي orientation كده عن الأيزو. إحنا طبعا ما دخل... إحنا كل ده وما تكلمناش بالتفصيل، إحنا بس شرحنا المواصفة بطريقة تفصيلية شوية عشان تبقى واضحة للناس، علشان ما تخليش الناس تروح بعد كده تروح تاخد كورس تاني للايزو. فهو كده خلاص هو عارف اللي يهمه في الايزو، هو خلاص اتعلمه في الدوكيمنت كنترول هنا. ودي بس جزئية بس اللي احنا هنطلع فيها بس عن النطاق بتاع الدوكيمنت كنترول، والمحاضرة الجاية كمان. بس ممكن المحاضرة الجاية تبقى شوية لو الوقت فينا سعفها ان احنا هناخد جزء منها في الستاندر، وبعد كده هنحاول نطبق الستاندر دي على الكواليتي.